أعلنت وسائل إعلام فلسطينية الأربعاء مواراة جثمان إسماعيل هنية الثري في العاصمة القطرية الدوحة بقطر بعد صلاة الجمعة بمشاركة جماهيرية كبيرة. وأعلنت حركة حماس صباح الأربعاء استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران، وأكدت الحركة إن غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة هنية أدت إلى استشهاده وأحد مرافقه. وبدورها نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والذي استشهد في عملية اغتيال جبانة في العاصمة الإيرانية، ليلتحق بكوكبة من قادة ومناضلي الشعب الفلسطيني الذين سقطوا شهداء من أجل فلسطين وحريتها. أيضا أكدت الجبهة إن هذه الجريمة ورغم قسوتها على شعبنا ومقاومته وحركته الوطنية، فإنها تؤكد من جديد أننا أمام معركة صعبة وطويلة مع عدو غادر لا يتوانى عن ارتكاب الجرائم والمجازر، سواء ضد قادة كبار أو ضد أطفال ونساء. لكن مرة جديدة يسقط هذا العدو في أوهامه، إن هو اعتقد أن اغتيال قادة المقاومة سيوقف فعل المقاومة الذي أصبح متجذرا لدى كل أبناء شعبنا الفلسطيني. وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن استشهاد القائد هنية هو خسارة كبيرة لشعبنا ومقاومته، نظرا للدور الهام الذي لعبه في مسيرة المقاومة والعمل الوحدوي. لكننا على يقين أن مشروع المقاومة سيزداد توهجا، ولن تزيدنا عملية الاغتيال الجبانة إلا صلابة وإيمانا بحقنا في أرضنا وعزيمة على مواصلة مقاومتنا ضد العدو الصهيوني. فكل قادة وأبناء شعبنا هم مشاريع شهادة على طريق الانتصار وانتزاع حريتنا. وعشان نتابع الأمر ونعرف تفاصيل أكتر، احنا معانا على الهاتف الزميل الصحفي أحمد جمعة، مسؤول الشؤون الخارجية باليوم السابع. برحب بيك يا أحمد. يعني في البداية عايز أعرف منك ماذا حدث اليوم بالتفاصيل؟ على تمام الساعة الثانية صباحا أطلق صاروخ إسرائيلي من خارج الحدود الإيرانية على المنزل الذي كان يقيم به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه، وخلال حضوره لحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، عملية الاغتيال الإسرائيلية التي استهدفت هنيه مخطط لها منذ عدة أشهر. إسرائيل تهدد باغتيال قادة الصف الأول للمكتب السياسي لحركة حماس وكذلك قادة كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس في إطار الأهداف التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على المقاومة الفلسطينية وقيادتها في ظل الحرب المستعرة المستمرة في قطاع غزة لليوم 299 على التوالي. إسرائيل تحفظت على التعليق على عملية الاغتيال. حماس اتهمت الجانب الإسرائيلي وأعلنت استشهاد هنية بشكل رسمي على أن يتم دفن جثمانه يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. حتى الآن المشهد غير واضح، هل شاركت أطراف خارجية دولية في عملية الاغتيال كالولايات المتحدة الأمريكية؟ هل قدمت معلومات حول مكان تواجد هنية في العاصمة الإيرانية طهران؟ يتم الآن في إيران عملية تحقيق واسعة من قبل الجانب الإيراني لمعرفة ملابسات إطلاق هذا الصاروخ الموجه من خارج الأراضي الإيرانية لاستهداف إسماعيل هنيه. حالة حزن داخل حركة حماس، تحركات تجري الآن لاختيار خليفة إسماعيل هنيه لإدارة شؤون الحركة بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات المكتب السياسي لحركة حماس. طيب خليني أسألك، ماذا قال أيضا الجانب الفلسطيني عن حادث الاغتيال اليوم؟ يعني النهارده كان في إدانات واسعة من قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وتيار التيار الإصلاحي في حركة فتح وحركة الجهاد الإسلامي وكذلك حزب الله. متوقع أن يكون هناك ردا من الجانب الإيراني على هذا الاستهداف، لكن الشكل وطبيعة ومكان هذا الرد غير معروف حتى اللحظة. هل سيتم إبلاغ الجانب الأمريكي كما فعلت إيران خلال استهدافها إسرائيل بمسيرات وصواريخ عقب استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق؟ هل يكون هناك دورا لوكلاء إيران في المنطقة، الكيانات المسلحة سواء في العراق أو في سوريا أو كذلك حزب الله في لبنان؟ لكن بالتأكيد ما قامت به إسرائيل هو يعني دفع المنطقة إلى حرب مستعرة
واشعال الاقليم بشكل كامل، مما سيكون له تداعيات كبيره على منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي يجب ان يكون هناك ضغطا امريكيا وتدخلا عاجلا لمنع اندلاع حرب اقليميه نتيجه هذا السلوك الاسرائيلي الذي يهدد باجتياح لبنان وينفذ اغتيالات كبيره وواسعه بحق ابناء الشعب الفلسطيني. للعلم هذا الاغتيال ليس الاول ولن يكون الاخير، اسرائيل اغتالت عدد من القيادات الوازنه في حركه حماس على سبيل المثال عماد عقل، يحيى عياش، محمود ابو هنود، وكذلك الشيخ احمد ياسين وعبد العزيز الرئيسي وعدنان الغول واحمد الجعبلي، ولن يكون اسماعيل هنيه هو اخر الضحايا الاحتلال الاسرائيلي المجرم الذي يغتال ويقتل قيادات المقاومه الفلسطينيه وكذلك المدنيين في مخيمات النزوح في قطاع غزه بشكل كامل دون اي تفرقه ما بين المدني او العسكري. طيب احمد، خليني اسالك من وجهه نظرك كيف ترى الاوضاع الان؟ يعني الوضع صعب للغايه وحتى الان غير مفهوم، يعني الجانب الايراني يقوم بحفل تنصيب وتنظيم حفل تنصيب لرئيسه الجديد، يجب ان تكون الامور الامنيه والاستخباراتيه في اوجها، وبالتالي هناك علامه استفهام كبيره حول اغتيال اسماعيل هنيه، مثلما حدث كذلك مع نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ صالح العروري عندما اغتيل في لبنان خلال توجهه لحضور اجتماع مع الامين العام لحزب الله حسن نصر الله. كذلك الموساد الاسرائيلي يحدد موقع تواجد اسماعيل هنيه الذي كان يقيم باحد دور المحاربين القدماء في العاصمه طهران، ويتم اغتياله دون وجود انظمه دفاع جوي للتصدي لاي هجمات خارجيه من قبل الجانب الايراني، وبالتالي تتحمل ايران ايضا مسؤوليه هذا العمل. ولكن ننتظر ماذا ستفعل ايران، هل سيكون الرد محدد بالتنسيق مع الولايات المتحده الامريكيه ام ستكون مواجهه مفتوحه مباشره ما بين ايران واسرائيل؟ لكني ارجح ان يكون الرد عبر وكلاء ايران، وبالتالي نحن نخشى ان تندلع حرب اقليميه خلال الفترة المقبلة نتيجة هذا السلوك الإسرائيلي، وبالتالي يجب أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدى لأي محاولات لملاحقة إسرائيل. يجب أن يكون هناك ردع أمريكي لهذا السلوك الإسرائيلي الذي يدفع نحو، يعني كما قلت، حرب إقليمية شعواء وشاملة ستأتي على الأخضر واليابس. طيب برؤيتك المطلع على كل الأحداث، كيف بتؤثر هذه الاغتيالات على رقعة الصراع وأيضا مسار المفاوضات والهدنة؟ يعني الحقيقة أتوقع أن يكون هناك موقفا سلبيا من الجانب الفلسطيني وتحديدا من حركه حماس في مفاوضات التهدئه، لان اسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، وبالتالي هي تقول انها لا ترغب في اي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني بهذه عمليه الاغتيال الجبانه. اسرائيل تراوغ حتى الان في العمليه التفاوضيه، لا تريد التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار مع حركه حماس، تماطل، تقدم بعض المقترحات لا تنفذها. الوسطاء يحاولون بشكل كبير احتواء الخلافات، لكن اعتقد ما قامت به اسرائيل سيكون له ردا سياسيا من جانب حركه حماس، لن يكون ردا في الميدان فقط، لكن سيكون هناك ردا سياسيا وموقفا سياسيا من حركه حماس التي ستعمل خلال الفتره المقبله على اظهار مدى السلوك الاجرامي الاسرائيلي في ظل مفاوضات غير مباشره تجري ما بين الجانب الاسرائيلي وبين حماس. تقوم اسرائيل باغتيال الرجل الاول في المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي نجا من 3 محاولات اغتيال سابقة، أولها كان رفقة الشيخ أحمد ياسين عندما اغتيل على يد الجانب الإسرائيلي. لكن كما قلنا واستثنى إسرائيل دولة ليس لها أمان، لا يمكن الوثوق بإسرائيل أبدا في أي مرحلة، لأن إسرائيل دائما تراوغ وتعمل على اغتيال قيادات في الفصائل الفلسطينية لا تتركها، وكذلك لا تلتزم بأي ميثاق أو عهد يتم الاتفاق عليه أو معاهدة، وبالتالي يجب الحذر من إسرائيل دائما في المواجهات المفتوحة. ويبدو أن هذه المواجهة أو الحرب الشاملة في قطاع غزة ستستمر عدة أشهر ولن يكون هناك وقفا قريبا لوقف إطلاق النار، ستستمر الحرب والعدوان وسيستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن الخوف، كل الخوف، هو اندلاع حرب إقليمية شاملة تنخرط فيها أطراف إقليمية ودولية ووكلاء إيران وميليشيات مسلحة وفصائل مسلحة، مما سيؤدي إلى إشعال الإقليم وإقحامه في بؤرة صراع لن يستطيع أي شخص وقف هذا الصراع أو أي جهة وقف هذا الصراع.
إلا بعد أن يحقق كل هدف وكل طرف أهدافه التي يرنو لها في هذه المواجهة. زميل أحمد جمعة مسؤول الشؤون الخارجية باليوم السابع، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبالتأكيد هنتابع معاك كل المستجدات. شكرا لك. مشاهدينا أيضا الشكر موصول لكل حضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وبالتأكيد هنتابع مع حضراتكم هنا من التلفزيون اليوم السابع كل المستجدات. شكرا مرة أخرى وإلى اللقاء.